دور القائمة حالياً هي دورة بتشمل عدة مواضيع في طب حديثي الولادة نيوناتولوجي كورس. هي الدورة بتستمر لعدة أيام، بشكل أساسي بتشمل عدة مواضيع هامة، عدة محاضرات نظرية عن أجهزة التنفس الصناعي، عن أجهزة السيباب وطرق استخدامها، إضافة إلى بعض الحالات الهامة مثل نقص الأكسجة حول الولادة واعتلال الدماغ بنقص الأكسجة وطرق تدبير هذه الحالات، إضافة إلى عدة ورش عمل تشمل التطبيق على أجهزة التنفس الصناعي، الأشياء النظرية اللي يتعلموها المتدربين. هلأ بشكل عام يوجد في حاجة كبيرة لتدريب المتدربين ببعض المواضيع بطب حديثي الولادة، خصوصاً المواضيع اللي بتشمل أجهزة التنفس الصناعي والتهوية الآلية بشكل عام، زيادة استخدام السيباب لأنه في عدد قليل من المشافي اللي بيستخدم هذه الأجهزة، إضافة لبعض العلاجات الحديثة اللي ما يتم استخدامها حتى الآن. هلا الفوائد كانت بصراحة متعددة، يعني على المستوى النظري تعرفنا فيها على خبرات جديدة، تعرفنا فيها على التطورات الحديثة بهذا المجال العناية حديثي الولادة، كان في بعض الأخطاء الممارسة حقيقة بممارساتنا الطبية صلحناها، في العملي كمان كان في بعض الممارسات الأخطاء كنا نشتغلها كمان صلحناها، وتعرفنا فيها على المنافس بشكل عملي أكثر، وبعض المصطلحات اللي ما كنا بنعرف شو دلالتها كمان تعرفنا عليها. بالنسبة للفئة المستهدفة حاولنا قدر الإمكان نركز على الناس الشغالين أو الكوادر الطبية العاملة في طب حديثي الولادة، اللي هن بيتعاملوا مع الوليد بعد الولادة مباشرة أو اللي بيتعاملوا معه بقسم الطوارئ أو بيتعاملوا معه بقسم العناية المركزة لحديثي الولادة.